أمين مكلف بتعبئة المنتوجات الفلاحية وكيشريها بالجملة. كل نهار كيتأكد من توفر المنتوجات في المخزن، وملي كيلقى الخصاص ضروري ما يقوم بجولة عند الفلاحة باش يشري الغلة ديال المحصول اللي محتاج. هاد النهار الجولة بدات من عند فلاح كيزرع البطاطا، سولو على الثمن والجودة ديالها، ولكن أمين ما لقاش داكشي اللي بغا ومشى كيقلب على الذرة، الكورجيت، البطيخ، ولكن والو، يا إما الثمن غير مناسب ويا إما ما كيلقاش الكمية اللي بغا. أمين ما كيرضاش بأي حاجة ويعدي بها، كيقلب ديما على الجودة والثمن المعقول. قبل ما يستمر في المهمة ديالو مشى يستريح في القهوة، وتما فين غيتلاقى بصاحبه. وين انت باقي تدور تقلب؟ دير بحالي وتقدم تطبيق التسويق، راه ساهل. اجي تشوف، يكفي تدخل تكونيكتا وتدخل المنتوج اللي بغيتي، وتطبيق التسويق تيقربك من المنتجين اللي راهم قريبين ليك، وكذلك يمكن لك تبيع وتشري الاراضي الفلاحيه. حتى نتوما الا كنتو مسؤولين مشتريات في قطاع الصناعات الغذائيه او في تعاونيه او محطه تعبئه، ما تسناوش كثر وديروا بحال هشام، تكونيكتاو مع السوق وشريوا المواد الفلاحيه اللي تصلح لكم. تطبيق تسويق متوفر الآن بالمجان في جوجل بلاي، وقريبا على أب ستور. مع تطبيق تسويق بنقرة واحدة الغلة بين يديك. إيوا دابا صافي، عرفت اش خاصني باش نتسوق وأنا مرتاح بحالك أخويا هشام. سير لهلا يغطيك عليا وخلاص.